السلام عليكم، أنا الحطابة فتيحة، عضوة في الجمعية جمعية بادرة من أجلكم. اليوم تنحيي العرس الرابع ديال اللي دابت الجمعية ديالنا أنها تحييه تقريبا كل عام. دابا هذه النسخة الرابعة اللي تنحييه، بدينا بعروسة ومن بعد درنا 4 العرايس ومن بعد درنا 6، وملي جا الكوفيد وداك الشيء المهم حبسنا. هذا العام عاود حيينا هذا العرس ديال 3 العرايسات. بالنسبة للجمعية ديالكم شنو الأهداف ديالها؟ الأهداف ديالها يعني إنسانية، يعني تضامنية، كتستهدف اليتامى بالخصوص والأرامل. كان يعني كنحاولوا اننا نعاونوهم نساعدوهم، يعني كنقوموا ببعض الانشطه من اجل هاد اليتامى والارامل. يعني الجمعيه متخصصه، يعني كدير بحث ميداني باش كتقلب على الارامل واليتامى والناس المحتاجه. احنا كنستهدفوا الاحياء الشعبيه، تنستهدفوا هذا، وبيان سور هاد الارامل يعني ما تنقدروا نقبلهم، هما تيسمعوا تيكون هذا تيسمعوا تيجيو عندنا وتنصيفطوهم المقاطعه، وهذا باش كيجيبوا بانهم ارامل وعندهم اليتامى، يعني داك الشيء زعما بمصداقيه، ما كاينش هذا. تيجيبوا شهاده الوفاه ديال الزوج، وتيجيبوا هذا، وديك الساعه اللي عنده 3 وليدات ولا جوج ولا هذا، كاينين المحسنين اللي تيتكفلوا بهم. وحنا تنقوموا ببعض الانشطه، مثلا اننا كان الدخول المدرسي مثلا كنوفروا لهم الادوات والكتب. بالنسبه للاعياد مثلا تنوزعوا الملابس. بالنسبه للعاشوراء كنشريوا الالعاب والفاكهه المجففه وتنفرحوهم بهم. كاين بزاف ديال، وكنديروا قوافل مثلا 2 أو 3 القوافل تنديروا من المناطق النائيه اللي تتعاني من البرد وتتعاني من هذا، وتنفرقوا الاغطيه الملابس القفاف، تنديروا قفه رمضان ايضا. اذا كاين بزاف ديال الانشطه. نعم، بالنسبه للعرس ديال اليوم يعني شنو هما الاشخاص اللي مساهمين فيه؟ المساهمين في هذا العمل الخيري بزاف ديال الناس اللي يدعموا هذا العمل، بحال مثلا نقافه دار بن جلون، بحال ميك اب ارتست سميره، بحال سونيا النقادي ميك اب ارتست هي، الفرقه الموسيقيه عائشه الدكالي، فرقه الدقه المراكشيه، فرقه الدار الكبيره الاصيليه بولا بولا، النقاشه سعاد العلاوي، وكاين صاحبه المحل والاحذيه زهور، وساره اللي دارت لنا الضيافر ساره لا توش غافيني. دونك هادو لي سبونسر ديالنا اللي شاركوا في هذا العمل. حتى هي تعطاتنا دعم لهذا العمل الخيري النبيل ديال سنتيسي. كاينين الناس اللي دابا داخلين تيشريو لي تيكي، تيساهموا حتى همايا بهذا الشراء ديال، كاين اقبال الحمد لله على شراء هذا. كلشي الناس يبغي يدير الخير، وسيرتو ملي تيعرف هاد الناس فعلا راهم يعني محتاجين. المهم رسالتي هو ان الناس خصهم يساهموا بزاف ويتوجهوا لبحال هاد الاعمال الخيريه النبيله اللي من شانها انها تحقق واحد التكافل الاجتماعي والتضامن. حنا الدين ديالنا الحمد لله يدعو الى مثل هاد المبادرات. المهدي القوة رئيس مجموعة ديال الدار الكبيرة بولا بولا الأصلية من الرباط. المشاركة ديالنا في هذا العمل الخيري هو كنسميوه حنا واجب، لأن
ضروري الانسان يقوم بحال هذه الاعمال هذه، لان الاعمال هذه هي اللي كتخلي نفرحوا وندخلوا لفرحان القلوب ديال الناس اللي كيكون ماشي الاستطاعه ديالهم، كتكون مساهمه من بعض الناس اللي كيعملوا في الاعراس. وهذا واجب، ومجموعه ديال الدار الكبيره الاصليه ديما راه الاشاره، ومرحبا بكم، شكرا على المشاركه. اول مره كتشارك في شي عرس خيري؟ لا، عندنا العديد من المشاركات، كانوا بزاف بحكم التجربه ديال المجموعه وبحكم الاقبال ديال المجموعه، كيعيطوا لنا بزاف ديال الناس. رساله لجميع الجمعيات اللي في المغرب، اي جمعيه بسطعه شامه ديال الخير دير الخير، وحنا راه الاشاره. نجمعكم سير فاصحينا بيه كله كلها شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.